قضية لافتة بتقول انه الكسل بيكلف العالم خسائر اقتصادية بتبلغ 67 مليار دولار علاج وتكاليف رعاية صحية وخسائر انتاجية. اسباب الكسل المتعرف عليها ممكن تكون سمة شعوب بعينها، لكن الدراسة دي تحديدا ربطت قلة النشاط البدني، قلة ممارسة الرياضة بحالة الكسل، واللي بتنجم عنها أمراض عديدة جدا. والمفاجأة إن الوفيات جراء هذه الحالة من الكسل بتوازي الوفيات جراء التدخين على سبيل المثال. عدم الحركة بيتسبب في حدود أكثر من 5 ملايين حالة وفاة سنويا. النشاط البدني مش بيقتصر على الرياضة، لكن بيقتصر أيضا على رياضة المشي اللي ممكن أي فرد يمارسها، ولكن مع الأسف ربع البالغين زي ما بتقول الدراسة في أنحاء العالم لا يلتزموا ولا ينصتوا لتوصيات منظمة الصحة العالمية اللي بتتكلم عن قلة الحركة البدنية وبالتالي حالة الكسل اللي بتسبب خسائر اقتصادية فادحة. خلينا نتكلم عن هذه الدراسة من منظور طبي مع متخصصة في هذا الشأن، هتكلمنا أكتر عن حالة الكسل، هل هي فعلا سمة شعوب ولا هي ثقافة أشخاص وسلوكيات، وليه شعوب بعينها بتتميز بالنشاط وشعوب بعينها بيكون الكسل مع الأسف سمة سائدة فيها. خلينا نبدأ الحوار مع ضيفتنا دكتورة سحر سامي، مدربة المهارات العقلية ومؤسس نادي الخرائط الذهنية. صباح الخير يا دكتورة سحر. صباح النور، أهلا بك. رقم كبير، 67 مليار دولار خسائر في الاقتصاد العالمي نتيجة للكسل، مفهوم الكسل ده ذهني ولا بدني؟ الاثنين. 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 هو إيه أصلا تعريف الكسل؟ الكسل هو عبارة عن حالة في وعي الإنسان بتحصل إن هو مش قادر إن هو يمارس النشاطات اللي بتتطلب منه مهارات ذهنية أو مهارات جسدية. تمام. فاذا الكسل عندنا كسل ذهني وكسل جسدي. اوكي، طيب مين الاصل، الكسل الذهني ولا الكسل الجسدي؟ الاصل عندنا الكسل الذهني هو اللي بيتحكم في الكسل الجسدي، يعني بيقود الشخص لانه يكون كسلان بدنيا. بالظبط كده، لان كل الدراسات ومن قديم الازل كل الدراسات اللي بتدرس الانسان سواء الجسد او العقل، هو في الاخر مين اللي بيتحكم في الجسد؟ هو العقل. فالأصل عندنا الكسل الذهني وأسبابه، إذا ما كانش فيه كسل ذهني مش هيبقى فيه كسل جسدي. تمام. فالكسل الذهني عندنا أسبابه للأسف كتيرة قوي، والبيئة اللي احنا فيها بتغذيه بشكل قوي جدا. فالكسل الذهني عندنا هو عبارة عن إن الإنسان بتعتريه حالة من الخمول، النوم، مش عايز يعمل حاجة. طيب ايه اسباب الكلام ده كله اللي هو يعني ممكن نقول ان 90% من الشعب مصاب بالكسل الذهني؟ انهي شعب بالظبط؟ شعب مصر. لو بنتكلم عن مصر. لو بنتكلم عن مصر. تمام. وهي زي ما حضرتك قلتي في شعوب وشعوب، لان الكسل الذهني اسبابه بترتبط بالبيئة اللي احنا فيها. يعني هي سمة شعوب، عشان كده بنشوف في شعوب منتجة وشعوب مش منتجة. بالظبط كده. طيب البيئة المحيطة، لو بنتكلم مثلا عن شعوب زي الشعوب الآسيوية حققت طفرات اقتصادية، وبنشوف انه سمة الكسل مش موجودة فيها لانها ببساطة بتقدس قيمة العمل، هل ده يعني له علاقة بالبيئة المحيطة ولا بالثقافة الشعب نفسه؟ نظام التعليم يعني هو اللي بيحرك سلوكه وبيكون جينات بتتوارثها الأجيال؟ الاثنين، ان هو البيئه اللي حواليه والجينات والتعليم. احنا لو نقدر نقدر قيمه الوقت، دي رقم واحد، ان احنا لو نقدر نقدر قيمه الوقت اهم مهاره ممكن يمتلكها الانسان علشان يقدر قيمه حياته ويقدر قيمه مجهوده ويقدر ينجز، هي مهاره اداره الوقت. للاسف دي مفتقده عندنا في الشعب، مفيش تقدير للوقت. طيب اما مفيش تقدير للوقت فبيحصل تاخير وتسويف لمهام كتيرة قوي. طيب لما بيحصل تسويف لمهام كتيرة ايه اللي بيحصل عندنا؟ ان الحاجة ما بيتمش انجازها. طيب لما بيتمش انجازها بناخد فيدباك سلبي، فالفيدباك السلبي يغذينا ان احنا سلبيين، او ان البيئة اللي حوالينا مش مساعدانا، او ان او ان او ان. والفترة دي من الحاجات الملاحظة، الكوميكس على وسائل التواصل الاجتماعي كلها معظمها عن الشغل، ولما تروح مش عارفه الصبح مديرك بيقول لك ايه وانت رايح الشغل، انا متضايق وعايز الاجازه ومستني الاجازه. الحاجات دي احنا بنضحك عليها،
بس تعالي كده نحللها، دي بتبين الحالة النفسية للشعب الموجود أو للبيئة المحيطة أو لثقافة الـ الشعب وثقافة الناس اللي بتستخدمها. طيب هل الرياضة ليها دخل في الموضوع؟ يعني الدراسة كانت بتربط النشاط البدني بفكرة الكسل، في شعوب ثقافة الرياضة والمشي يعني عندها مقدسة، وخلينا نعترف يعني احنا ممكن مثلا في العاصمة في ظل التلوث في ظل الازدحام في ظل سلوكيات مش لطيفة لبعض الشباب ممكن ما تكونش بتساعد قوي الشباب والشابات ان هو يمشي في الشارع، ليه رياضة المتناولة واسهل حاجة. تمام. شعوب الغربية دي مقدسة لان ما عندوش عائق في ده. هل ده سبب في حالة الكسل دي ولا برضو بتربطيها بالحالة الذهنية؟ طبعا الرياضة عدم ممارسة الرياضة سبب من أسباب الكسل الذهني، يعني حتى لو إحنا جينا نعمل دراسة مقارنة عن الأطفال نقول الطفل اللي بيلعب رياضة والطفل اللي ما بيلعبش رياضة دايما هنلاقي الطفل اللي بيلعب رياضة متفوق ذهنيا عن التاني. ليه؟ لأن الرياضة والمشي وأي نوع من أنواع الحركة بتضخ الأكسجين، فده عنده الأكسجين أعلى من اللي مش بيلعب رياضة من الناس اللي قاعدة في مكانها. والموضوع يمكن ليه تحليل شوية، احنا لو مسكنا الدولة بعد المجتمع الأسرة الفرد هنلاقي ان السبب جاي من الفرد نفسه. التحكم في الموضوع ده كله لازم يجي من الفرد ان هو يغذي نفسه برسائل إيجابية غير اللي احنا عمالين نتغذى بيها من البيئة المحيطة دي كلها. يعني الكسل الذهني هو بيجي بسبب الإحباط، عدم وجود هدف، الملل، مفيش حاجة تتعامل، كل ده بيجيب كسل ذهني. طيب يبقى احنا دلوقتي عشان الكسل الذهني ده هيبتدي يبقى يسبب أمراض جسدية، والأمراض الجسدية هتبقى عائق في إنتاجية الفرد، وبالتالي الإنتاجية الكلية للمجتمع هتبتدي ان هي تنخفض. طيب اتغلب على السلبية دي ازاي؟ وهل احنا بنتكلم عن مصر ولا عن الشعوب العربية بشكل عام؟ احنا بنتكلم عن مصر والشعوب العربية، وبنتكلم عن اي فرد عنده كسل ذهني. اصل موضوع الكسل الذهني زي ما بتقولي كده هو سمة شعوب، ولكن برضو في الشعوب المتقدمة والمنتجة في ناس عندها كسل ذهني نتيجة الإحباط والاكتئاب اي ظروف تانية. تمام. ولكن احنا لازم نبتدي بالفرد اول حاجة، الثقافة وطريقة التعليم بتاعة الفرد. لازم نعلم ولادنا يعني ايه قيمة الوقت، يعني ايه يبقى عندك هدف وتنجزه. ولو حتى الاطفال المفروض نبتدي معاهم باهداف بسيطة وسهلة، كلمة هدف كبيرة قوي ان انا عندي هدف ان انا ابقى مليونير في خلال كام سنة، ان انا اشتغل فين، لا الاهداف ابسط من كده ان احنا نتعلمها. الطفل يتعلم ان هو عنده هدف النهاردة ان هو يوضب قطه. لو اتعلم اتغرس في الاطفال الثقافة دي ان احنا عندنا هدف، والهدف ده مرتبط بتايم فريم او مرتبط بوقت، ان انا لازم في خلال الوقت ده انجز الهدف ده، وان الوقت ليه قيمته، ما ينفعش ان انا اضيعه قدام التلفزيون، ما ينفعش ان انا اضيعه ما بعملش حاجة، كل حاجة وليها وقتها. هيبتدي وهم اما يكبر، ودلوقتي كمان قدام الكمبيوتر والالعاب الالكترونية بالظبط، دي يعني شيء بيواجهوا اهالي كتير مع اولادهم ان هم اللي بيعملوا كده بدل ما يفرغوا طاقتهم في الحركه، لا هو عايش في العالم الافتراضي ومستسلم ليه. ما هو ده برضو تعالي نحلله، نتيجه ان الاب والام مشغولين بحكم الحياه اللي احنا فيها، وبحكم صعوبه العمل والظروف البيئيه، وانت ممكن تنزلي مشوار واحد تقعدي فيه، المشوار هياخد نص ساعه تقعدي فيه ثلاث ساعات. ما هو بالظبط، يعني انك تنجزي اكتر من شيء في اليوم الواحد في ظروف المرور دي ده امر صعب. بالظبط كده، بالظبط كده. فهو الموضوع كله لازم يبتدي ان احنا نبتدي عندنا ثقافه الوقت، احترام الوقت، ثقافه الهدف. لو احنا عندنا دايما هدف هنبتدي ان احنا نسعى له، ومرتبطين بتايم فريم معين هنبتدي ان احنا نسعى له، وبالتالي دماغنا هتشتغل، هيبقى عندنا هدف نشتغل. طيب لما دماغنا تشتغل الكسل الذهني هيروح، طب لما الكسل الذهني هيروح الكسل الجسدي نفسه هيروح. يعني البداية من العقل، لو العقل ادى الجسم اوردر او امر انه يتخلع الكسل هيقدر. بالظبط كده، لو انا عندي حاجة عندي هدف ان انا اقدر اشغل العقل. هنا للأسف زي ما بقولك كده الحاجات الرسائل الواحد بيشوفها عن الشغل وعن المدير وعن الوظيفة وعن 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 الأحلام اللي ضايعة، وعن الشباب اللي بيتريقوا على شبابهم وأيامهم، الكلام ده كله رسائل بتدي يأس وإحباط إنه مفيش فايدة.
يعني روح الفكاهة، فايده مش فلوس. روح الفكاهة في الأمر ده أنت شايفاه خطير جدا جدا. كل دي رسائل بتغذي العقل الباطن، والعقل الباطن ما بيفكرش. يعني احنا عندنا العقل الواعي والعقل الباطن. العقل الواعي هو بيمنطق الأشياء، بيمنطق الموقف اللي احنا فيه ويحلله، ونتيجة التحليل ده بيطلع بنتائج 1 2 3. النتائج دي بتكون بمثابة إنها رسائل للعقل الباطن. طيب العقل الباطن يعمل إيه؟ ياخد الرسائل دي. هو العقل الباطن خادم مطيع وليس له أي منطق للتفكير. ياخد الرسائل دي مع تكرارها بيفهم إن حتى دي لو الظروف المحيطة صعبة، حتى لو الظروف المحيطة صعبة، ما كل إنسان لازم يبقى عنده هدف. ما هي لو الظروف المحيطة صعبة كلنا هنستسلم للظروف المحيطة، ما حدش هيعمل حاجة. لكن لو أنا عندي هدف، والهدف جاي من، أنا بشرح لحضرتك الفكرة كلها جاية منين. إن أنا دلوقتي التحليل اللي حصل ده لو أخدته مع التكرار للعقل الباطن هيبقى صورة ذهنية. تمام. العقل الباطن وظيفته إن هو يحقق لي الصورة الذهنية. تمام. طيب شرحت لنا دكتورة سحر الحالة، خلينا نتكلم بأمثلة ممكن الناس تفهمها أو أمثلة شبيهة في حياتنا. حالة الإحباط اللي بتتكلمي عنها، لو شخص جاي لك إزاي بتأهليه وانتي متخصصة في التدريب المهارات العقلية إنه يتغلب على الحالة دي، حالة الإحباط اللي هي ذهنيا بتأدي لحالة خمول وكسل؟ بالظبط كده. أولا بنبتدي إن احنا نعرف إيه هي الرسائل السلبية اللي هو بيوجهها لنفسه، وأكتر الرسائل السلبية اللي بيستقبلها من البيئة المحيطة، أكتر الرسائل السلبية تأثرا فيه. في أمثلة معينة ممكن تقوليها لنا؟ حالات مثلا يعني بدأت معاكي وحصل لها تغير في حياتها. تمام أوكي. يعني مثلا حد بيقول أنا أنا دايما تركيزي قليل، أنا دايما تركيزي أما باجي أتكلم في الشغل ببقى عايزة أتكلم وبنسى أنا كنت هقول إيه، في الميتنج بيبقى عندي نقط معينة وبنساها، عندي برزنتيشن بنسى الموضوع ده. طيب دي رساله. صغير بيتعرض للحكايه دي كتير في الجيل ده. ده في الجامعه بيبقى عندهم 18 و19 سنه ويجوا احنا عندنا الزهايمر. يعني بصي حتى الرساله هو لا فاهم يعني ايه زهايمر. الزهايمر ده مرض خطير، بس هو بيعبر على انه بينسى، تركيزه مش هو بيبرمج نفسه. هو لما يقعد يقول انا بنسى انا بنسى، هو بيبرمج نفسه على الفشل وبيبرمج نفسه على النسيان. دي رسائل العقل الباطن ياخدها ينفذها على طول. يعني ده مش بيكون نتيجه ضغوط قله التركيز والنسيان اللي واضح عند شباب كتير؟ ضغوط كده كده في ضغوط، ولكن لو في شيء يحرك الضغوط دي احنا ممكن الضغوط دي نفسها ناخدها تبقى شيء ايجابي، ان انا عندي تحديات عايزه ان انا ابتدي ان انا اعديها، وتحديات ان انا اقف قدامها، وتحديات تخلي عندي هدف. ولكن للاسف ثقافه الاستسلام وان احنا الروح السلبيه ما بين الشباب وبيكبروا على كده وعارفين انهم مش هيعملوا حاجه، والكلام المنتشر ده كله بجد بيبقى حاجه بتحزن. فاول حاجه احنا لازم نعرف طيب ايه هي الرسائل السلبيه. خلينا نقول إيه مثال كحاله جات لك عندها احباط في قله التركيز، عملتي معاها ايه؟ تمام. اول حاجه لازم نعرف ايه هي الرساله السلبيه اللي بيوجهها وجات منين. يعني انت بيحصل لك ايه عشان يبقى عندك الرساله السلبيه دي؟ ليه بتقول انا مش مركز؟ فبيقول انا اتعرضت لموقف 1 و2 و3. طيب ايه بقى البيئه اللي حواليك؟ مين بيقول لك رسائل سلبيه بتاثر فيك؟ الام، الاب، المدير، الدكتور في الجامعه، المدرس، اكتر ناس بتاثر فيك مين؟ كذا كذا كذا. طيب بيقولوا لك ايه؟ بيقولوا لي ان انا دايما سرحان مثلا. تمام. فهي نفس المشكله. فبنبتدي ان احنا نكتب الرسائل دي بنفس اللغه اللي بتتقال بيها، يعني انا تركيزي ضعيف او انا يكتب كده سرحان، يكتبها بايده. طيب تعالي كده لو حللنا الجمل دي، انا ذاكرتي ضعيفه او انا تركيزي ضعيف. تمام. تمام. طيب الجمله دي في زمن مضارع ولا ماضي ولا مستقبل؟ لا يعني زمن مش مضارع. ماضي مضارع. بيقول انا تركيزي ضعيف. تمام. دي اول حاجه. طيب تاني حاجه، باللغه العربيه ولا باللغه العاميه؟ محدش بيكلم نفسه باللغه العربيه، فلازم يكتب الرساله كده زي ما هي، ونبتدي نحولها لرساله ايجابيه باللغه اللي بيفهمها العقل الباطن. العقل الباطن بقى بيبتدي يفهم بالمضارع برضه. يعني انا ذاكرتي ضعيفه وانا تركيزي ضعيف، تبتدي تبقى انا ذاكرتي قويه او انا مركزه جدا. يكتبها برضه. يكتبها لازم. ده جزء اساسي من التمرين. يكتب العكس. في شرط تاني طبعا تكون برضه باللغه العاميه. يعني ده هوم ورك او واجب عنده. ده اي حد يكتب السلبي والايجابي. المشكله كده لازم التمرين ده اول حاجه يتعمل. ان هو يعرف ايه الرسائل السلبيه اللي هو بيقولها لنفسه وبيستقبلها من المحيط الخارجي. في ناس ممكن تقول له رسائل سلبيه ما تاثرش فيه، ما هو يعني الشخص اللي بيقول له مش مهم عنه فما تاثرش فيه، لكن احنا عايزين نعرف
ايه هي اكتر حاجه بتاثر طيب فيه. هيكتب انا تركيزي قليل وبعدين يكتب انا تركيزي قوي للعكس تمام في زمن المضارع باللغه العاميه وما يكونش فيهم نفي. طيب بمعنى ايه يعني؟ قولي لي مثال يكتب ايه. ما انا بقول لحضرتك انا مش انا ذاكرتي ضعيفه، هتبقى انا ذاكرتي قويه جدا. حلو. انا تركيزي ضعيف، هيبقى انا دايما مركزه. تمام. طيب ايه الغرض بقى من ان احنا نعمل كده؟ الخطوه الثانيه بعد ما يكتب. الخطوه بقى الثانيه ان دلوقتي كل ما هيجي يقول الرساله دي هو لازم يلتزم، كل ما هتطلع كلمه انا ذاكرتي ضعيفه هو من جواه لازم يلتزم ان هو يقول لا انا ذاكرتي قويه. تمام. طيب مع تكرار، وليها قواعد معينه في التكرار، يعني لازم يقولها في اوقات معينه بعدد معين، لو كسر العدد ده هي غالبا بتبقى 21 يوم، لو كسر ال 21 يوم ما اتقالتش فيهم او قال رساله سلبيه او انها ما اتعملش التمرين بالظبط لازم يرجع يعيد تاني من الاول. طيب هي ايه بقى ليه الكلام ده كله؟ علشان العقل الباطن يبتدي يتبرمج من اول وجديد، ياخد ان دي الرسائل والصوره الذهنيه اللي انا حطاها لنفسي اللي عايزاها تتنفذ، فيبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يخليه يركز، لان هو خلاص خد ان هو دلوقتي انا شخص مركز، فيبتدي يخليه يركز او يبتدي يخليه يفتكر احسن. طيب لما يعمل كده يبقى الموقف ايجابي، فالعقل الواعي يبتدي يحلله يطلع فيدباك ايجابي، فالفيدباك الايجابي ده يبقى رسائل ايجابيه للعقل الباطن وتبتدي السايكل كلها تمشي. يعني الحسبه كلها حسبه ذهنيه في الاساس. في الاساس. وده ينطبق على كل امور حياتنا، سواء اللي عنده كسل او خمول او يعني اي شيء ايجابي يعني مبوظ حياته. بالظبط كده. الذهن هو الاساس. الذهن هو الاساس. في قبائل في استراليا تمام، طبعا ده قديما، كان بتعمل ايه لما يحكموا على حد ان هو هيتحكم عليه بالاعدام او ان هو عمل جريمه عقوبتها الموت، كانوا بيعملوا ايه؟ كان بيحطوه في مكان تمام ويقفلوا عليه وهو بيقعد بيفكر مع نفسه ان هو يوقف كل اجهزه جسمه لغايه ما يموت. شفتي حضرتك قوة قد ايه الذهن هو اللي بيحرك الجسد؟ الذهن ممكن يمرضك وممكن يعالجك وممكن يجيب لك امراض جسديه كتيره وممكن يخليكي احسن واحده في الدنيا. الموضوع كله يبتدي بالفكره، والفكره متاثره بثقافه الانسان ومتاثره بالمجتمع، عشان كده لازم الثقافه تبتدي الوقت والاهداف اهم حاجه في الدنيا. من العقل. بشكرك جزيلا دكتوره سحر سامي، مدربه المهارات العقليه ومؤسس نادي الخرائط الذهنيه. شكرا ليكي. ميرسي. مشاهدينا، موجز التاسعة لأهم الأنباء مع نجلاء الجعفري، بعد نواصل حواراتنا في هذا الصباح.